الفيلم ديالنا كيبدا مع جون اللي فاق من النعاس ولقى عائلته ما كايناش في الدار، غسل وجهه وشرب الماء ولقى واحد الورقه اللي مكتوب فيها دير لايك للفيديو، حيت هو يوتيوبرز ديال الالعاب وكيلعب مع صحابه مباشره في اللايف. وقال ليه صحابه كيفاش كتلعب معنا هكا مهدن والدنيا مقلوبه عندكم في المدينه ديالكم، وتخلع ومشى لشعه التلفزه باش يشوف شنو كاين. وملي طلع من الشرجم لقى الناس كاملين كيجروا مورا بعضياتهم، وسمع واحد الصوت حدا الباب ديال الدار. ملي مشى يطل لقى جارو دخل عنده اللي جا باش يتخبى عنده، وسولو قال ليه ياك ما عندك شي زومبي، ولكن الاخر كذب عليه ولكن فعلا هو عدو الزومبي وقال ليه بغيت ندخل الحمام. جون سمع في التلفزه بلي ممنوع يدخلوا الناس صحابهم ولا جيرانهم للدار، تما هز واحد الموس وجرى على الجار ديالو وقال ليه ما تخرج ولا غنقتلك. وملي وصل لحدا الباب تحول للزومبي، ودغيا جرو جون وخرجوا لحدا الباب قبل ما يعضوا، وحط واحد الثلاجه كبيره حدا الباب واتصل بعائلته ولكن حتى واحد ما كيجاوب. وسمع في التلفزه بلي قالوا ليهم خصكم توجدوا الماكله اللي غتقدكم لمده 60 يوم. وملي قلب في الماكله اللي كاينه في الدار لقاها تقدو غير 10 ايام. والغد ليه ملي فاق كان كيقلب في الانستغرام ولقى بلي الناس حاطين تصاورهم وكيطلبوا المساعده، وحتى هو دار بحالهم وشد واحد الورقه اللي كان مكتوبه فيها العنوان ديال دارو، وكان التليفون ديالو ما فيهش ريزو، ولصقوا واحد الطياره بالتيليكوموند وطلعها الفوق باش يشد ليه الريزو. ونجحت الفكره ديالو. من بعد لعب بابجي، وفي الليل ملي كان ناعس سمع واحد البنت كانت كتغوت، وملي طل لقى واحد البوليسيه كانت باغا تقتل واحد الزومبي ولكن تحاماو عليها بجوج وعضوها، وطلع عليهم من الشرجم وغوت عليهم باش يطلقوها، ولكن واحد الزومبي سمع الصوت ديالو وهجم عليه في دارو. مشى جون دغيا تخبع في ديك الحديده ديال البالكون، ولكن الزومبي كان كيجري موراه حتى طاح على الارض. من بعد مشى شد الباب مزيان ولكن بقى فيه الحال حيت داك الماكله اللي كانت عنده تما في الدار طاحت في الارض. وهكا دوز 7 ايام وهو محبوس في ديك البارطما، وكان ديما كيتبع الاخبار. ملي مشى باش يشرب الماء من البزبوز لقاه تقطع، مشى شرب الشراب باش ما يموتش بالعطش. واحد شويه العائله ديالو صيفطوا ليه الميساج قالوا ليه بلي هما حيين، وبغى يعيط لهم في التليفون ومشى باش يشد الريزو من البالكون. وداك الزومبي كاع اللي كان تما في الشارع شافوه وتعصب بزاف، يلاه كان باغي يهود لعندهم وهو يتلقاهم في الدروج طالعين لعندو، وبغى يحل السنسور ولكن لقى واحد الزومبي حتى هو تما ومشى دغيا يتخبع منهم. وملي مشى كان غادي شويه عليه وهو يلقى واحد الزومبي موراه ولكن لقاه اعمى ما كيشوفش وهكا ما شافوش. وملي دخل للدار ضرب ديك الباب بالجهد ومشاو لعندو كيدقوا عليه، وجون شد الباب مزيان. وهكا بقى في ديك البارطما 20 يوم وعيا بزاف وقرر باش ينتحر، وسجل واحد الفيديو اللي عاود فيه للناس داكشي اللي وقع ليه. يلاه بغى يشنق راسو وهو واحد الضوء احمر جاه في عينيه، واعتق راسو دغيا باش يشوف داك الليزر منين جا، وعرف بلي داك الضوء من واحد البنت اللي ساكنه في العماره اللي كانت قبالته. وجون فرح بزاف حيت ماشي بوحدو اللي محبوس. وديك البنت كانت دايره واحد الفخ حدا الباب ديال دارها باش الا دخل اي زومبي تقتلو. والغد ليه ملي فاقت لقات واحد الزومبي كان باغي يدخل عليها ولكن داك الفخ اللي دارت ليه حدا الباب قتلو. من بعد مشات للشرجم وطلعت على جون، لقاتو شاد في كرشو وعرفات بلي فيه الجوع، وربطات الكره بواحد الحبل ولحت عليه ولكن ما وصلتوش حيت كان بعيد عليها. ولكن جون خدم عقلو وربط واحد الحبل في الطياره ديال التيليكوموند حتى وصلوا لعندها، وهكا صيفطات ليه الماكله من داك الحبل. واحد شويه هو يشوف واحد الزومبي اللي كان شد داك الحبل اللي كانت فيه الكره وشد داك الحبل بالجهد، وديك الطبله ضربات ديك البنت حتى سخفات، وداك الزومبي طلع من داك الحبل باش يوصل ليها. ولكن جون بدا كيلحو عليه القرعه ديال الجاج باش يعطلو، وقبل ما يدخل عندها للدار صيفط ليه ديك الطياره التيليكوموند باش تقلقو، ولكن داك الزومبي شدها وهرسها. وفي اخر لحظه يويو فاقت وضربات داك الزومبي. وفي الصباح ملي فاقت يويو لقات بزاف ديال الزومبي باغين يهجموا عليها، وجدات راسها باش تهرب من الشرم، وحتى جون وجد راسو باش يهود معاها ويشوفوا شي واحد اللي يعاونهم. وهنا بدات المعركه والمدابزه بيناتهم، وكانت يويو كتضرب معاهم وعلان واحد الزومبي عضها، ولكن جون جا وعتقها ودخلوا لواحد العماره. وملي كانوا كيتمشاو لقاو واحد الزومبي موراهم وكانوا كيفتحوا في البيبان ولكن ما بغاوش، واحد الباب في الاخر تحل لهم، وكان تما واحد السيد هو اللي اعتقهم وعطاهم الماء والماكله وقال لهم بلي الطياره ديال الانقاذ كاينه في المدينه كيدوروا. واحد شويه هو يبان لنا جون اللي داخ، حتى يويو حتى هي وقع لها بحال ودخلت. وهنا كيبان لنا بلي داك الراجل عطاهم المخدر في الماكله
باش تاكلهم مراته اللي تحولت ليه الزومبي. وهنا يبدا بيويو اللي جرها لديك البيت اللي فين كاينه مراته. من بعد خرج، وفي هذه اللحظه جون فاق وكان كيهدد داك الراجل بالفردي الا ما خرج ليهش الصديقه ديالو لهنايا. ويويو كانت كتغوت بزاف وكتضرب مع ديك السيده اللي في البيت. وملي توقف الصوت مشى داك الراجل باش يطلع على مراته، وتفاجئ ملي لقى يويو هي اللي حيه وكانت كتبكي وطلبت من جون باش يقتلها. هادشي كيعني بلي الزومبي عض فيها وكان باغي يقتلها قبل ما تحول حتى هي لزومبي. ولكن في اخر لحظه سمعوا طياره ديال الانقاذ اللي جات، وهذه اخر فرصه لهم باش يعيشوا. وطلعوا للسطح ديال العماره، واي زومبي لقاو في طريقهم كانوا كيتضربوا معاه حتى وصلوا الاخيره للسطح، ولكن ما لقاوش طياره وعرفوا بلي هي دازت من تما. وهكا فقدوا الامل واحد شويه هما لقاو الزومبي دخلوا عليهم. وفي اخر لحظه بانت الطياره ديال الانقاذ اللي كانت كتير في داك الزومبي وقتلتهم كاملين، واعتقوا جون ويويو. من بعد جاء واحد الميساج من دارهم اللي قالوا له راهما بخير وسولوا على الحاله ديالو حتى هو. وقال للفريق الانقاذ تما بلي يويو تعدات باش يديروا ليها الدواء وتعالج. وهنايا كنعرفوا بلي ديك الطائره ديال الانقاذ وصلت لديك العماره ديالو بالذات بسبب داك البوست اللي كتب في الانستغرام، كتب فيه العنوان ديال الدار. وهكا تسالى الفيلم ديالنا. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد.